السلام عليكم إخواني الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة علي تي في ماروك في حلقة جديدة وفي موضوع جديد. عفوا إخواني، أولا وقبل كل شيء كنعتذر على هذا الغياب الطويل اللي خارج على الإرادة ديالي، ثم كذلك يعني ما كنحاولش نخرج بالفيديوهات بزاف إلا لقيت شي موضوع أثار الانتباه ديالي أو درت فيه بعض الملاحظات، وخاصة إلا كان موضوع الولاعة. فملي كيكون عندي شي موضوع كيثير الانتباه ديالي فكنحب نقتسمه مع المتتبعين ديال علي تي في ماروك او المتتبعين ديال الاعمال ديالي، وكذلك مع المواليع. لان اولا قبل كل شيء او ثاني كنشكر جميع الاخوان اللي كيجتهدوا واللي كيديروا مجهود، سواء بالفيديوهات او على الفيسبوك او على الانستغرام، اللي كيهضروا فيه على الولاعه واللي كيعطيو الملاحظات ديالهم واللي كيديروهم على شكل دروس او على شكل معلومات. فكنشكرهم لان بفضل هذا النوع من الناس ان يعني الولاعه كتطور. لا بدا كيتفرجوا فيها بعض الاخوان اللي كيحاولوا يناقشوا نفس الموضوع، كيقول مثلا فلان قال واحد الموضوع كيناقشوا في المقهى، سواء متفقين معاه او غير متفقين معاه، وانما كيثير داك الموضوع الانتباه كيولي موضوع نقاش. موضوع نقاش اللي كي ممكن هناك واحد مجموعه متفقه معه، هناك واحد مجموعه اللي ما متفقاش معه، ولكن هذا الشيء ما كيضرش الولاعه وما كيضرش حتى مول الفيديو. ما كيضرش الا مثلا مول الفيديو ما سبش ما دواء على واحد الموضوع اللي كيهمه واللي بغى يعطي فيه الراي ديالو. ف بصراحه كنقول ليه يعني برافو واستمر. فالاخوان، فالموضوع ديال الولاعه ديالي اللي غندوي فيه اليوم فهو ينقسم الى قسمين. القسم الاول او الشطر الاول هو كيهم تنظيم ديال لي كونكور. فبطبيعه الحال انا من 2004 ملي دخلت هاد الولاعه ديال التغيير وانا كنمشي لي كونكور، فبطبيعه الحال ما كنشاركش، ماشي من النوع اللي كيشارك بالطيور ديالو، لان الطيور ديالي كلهم من هاردي كنديهم هادي كوبايل. ف ولكن حتى الحضور ديالي كنمشي ملي كنكون حاضر كتعتبر مساهمه حضوريه، ولكن لا بد كندير دي رومارك كما بحال الناس كيديروا دي رومارك، لان كتشوف ما هو سلبي في تنظيم الكونكور وما هو ايجابي. فطبيعة اغلب الاوقات كتكون النسبه الايجابيه اكثر في تنظيم ديال الكونكور. فمن هنا هذا المنبر كنقول للناس اللي المسؤولين او الجمعيات اللي كيقوموا بواحد الواجب كبير باش ينظموا واحد الحفل اللي يجيو الناس واحد 50 شخص، 50 مولوع ولا 60 او 100 باش يجيو يشاركوا، كيلقاو كل شيء موجود، سواء من ناحيه يعني الملعب فين غيكون داك الكونكور، سواء من خلال الحكام، من خلال الاكل، من خلال كل شيء. فكنقول لهم يعني مشكورين بزاف بزاف، لان ماشي ساهل باش تحيدها من وقتك وتحيدها من جيبك باش تنظم واحد المساله اللي نشط بها انا وانت وانت وانت. ف بطبيعه الحال كنشكر كذلك بعض الاخوان اللي كنشوفهم دائما كيكونوا حاضرين في هاد الكونكورات، وكيكونوا حاضرين بالمساعده ديالهم الجمعيه كيف ما كانت الجمعيه، ومن بينهم الشخص المحبوب بعدا بالنسبه ليا انا، يعني عزيز عليا وكنحترمه بزاف، لان اول ما حطيت رجلي في كونكور لقيته هو اللي كيكون فيه واحد الغيره على التنظيم، اللي هو عبد الرحيم او السي عبد الرحيم الدبالي. فهاد الشخص هذا فكنقول ليه شابو خويا عبد الرحيم، لانك دائما رجل المقابله كما كيقولوا، كتخرج رجل المقابله كدير الواجب ديالك، ما كديش استثناءات والو، بالعكس اللي لاحظت فيك هو انك الا ما قمتيش بهذا الواجب ولو شيء من هذا الواجب كنحس بك كتفور بحال شي جمار. وهذا حب الولاعه، هذا حب نجاح الولاعه وحب الولاعه، وشخص اللي كيبغي يعني يخدم من قلبه الخالص. فكنقول ليه برافو عليك، وحتى الاخوان الاخرين اللي كيساهموا باش يديروا الطيور اللي ينشطوا ولا شي حاجه كنقول لهم شكرا لكم. ولكن الموضوع ديالي اللي دابا هو اللي يعني الملاحظه ديالي هو الجانب السلبي البسيط اللي كان كيبان ليا منذ زمان في التنظيم ديال الكونكورات، واللي كنقول ان الطرف الكبير فيه اللي كيخليه سلبي
هو المولوع، هو المشارك، هو انا مثلا، هو الاخر والاخر والاخر، ماشي المنظمين. والمنظمين كذلك نقدر نقول لهم خاصهم يكون عندهم واحد المساله اللي هي تكون ايجابيه على اننا حنا والمشاركين يوليو ايجابيين، يوليو حتى هما يتساعدوا معاهم في تنظيم نجاح التنظيم. اذا فمن طبيعه الحال كل شيء كيحضر الكونكورات وكل شيء كيشوف، بعض الخطوات كتكون هناك بعض العشوائيه من طرف يعني المشاركين، بحال مثلا اننا اللي دائما ما عمرها تصلح هي ان ملي كيكون كدار القرعه وكيبداو يشاركوا الناس كتلقى يعني داك اللي كيقلب على الطيور دائما كيعيط بالنمره ديال واحد المشارك اللي ما حاضرش كاع، ما بقاش جالس معنا، راه جالس في قهوه ولا جالس في بلاصه ولا عاطي الطي ديالو شي حد وكيتسنى يشارك ليه به. ف تصور هذاك السيد كنشوفوا بعض الخات منهم الدبالي او نبيل او غريغور كيبداو يعيطوا رقم فلان فلاني رقم فلان فلاني، كتمشي دقيقه حتى دقيقه حتى جوج دقائق كتمشي ضيعه غير يعني تقلب على هذاك المشارك. فهذا كان هذه المساله هذه كنردها للمشارك، راه خطا ديال المشارك. ولكن اي خطا اي بوان سيبي ممكن نصلحوه بالقانون، يعني الجمعيه خاصها دير واحد القانون ان بو سيفير على هذه المساله. يعني انا عارف بان الجمعيه الله يحسن الاهوان يعني كتخسر فلوس وكتبغي الكونكور ديالها ينجح وكتبغي المسائل ديالك وكتبغي المشاركه بزاف، ولكن ما يمكنش تهاون على هاد الحوايج حتى ما عمرهم يتصلحوا. خاص دائما خاص واحد الجمعيه يعني تاخذ المبادره وتمنع بحال هاد الحوايج بالقانون، دي واحد العقوبات فرديه على هاد الناس اللي كيتعطلوا مثلا، باش يعني او فيغ اميزور كون على يقين اننا غنضبطوا حنا المشاركين غادي نضبطوا ما غنبقاوش نديرو هادشي. ولكن قد ما الجمعيه ما كتحاولش تزير وما كتحاولش دير واحد العقوبه على هذاك المشارك اللي تعطل، فدائما غنبقاو في العشوائيه هذه. اذا الاخوه هذه بين الملاحظات. ثم بما ان هذه الهوايه فهي دائما كنسمع الموالي كيقولوا الاسبان كيفاش كيدوز كونكور في الاسبان، كيدوز داكشي منظم عندهم داكشي غزال، انا ما نقدرش نحكم لان ما عمري في طنجة، وانما كنحكم من خلال الكلام ديال الناس اللي مشاو لطنجة وحضروا من خلال اليوتيوب. ف خاصكم تعرفوا الاسبان بان هذيك ما كيعتبروهاش غير كونكور، كيعتبروه ثقافه، راه ثقافه عندهم هذيك طبيعه تحسن، وهذا الكونكور راه ثقافه، راه بادي من 1600 من 1830 فاش بدا، اذا راه ثقافه ولات عندهم بحال الشكل ديال التبويضه عندنا، حنا التبويضه عندنا ثقافه. اذا هناك شيء اخر اللي كنحب ان شاء الله يتصلح واللي كنلاحظه هو اننا كنشوف المواليع اللي كيجيو كل واحد كيلغي بلغاه، بمعنى ان كل واحد جايب قفص في شكل، جايب قفص في شكل. يعني هذه من طبيعه الحال انا ما غاديش الله يحسن الاول لكل واحد، الله يحسن الاول لكل واحد، انا ما كنفرضش عليه ولا الجمعيه ما كنفرضش عليه يجيب قفص ديال مالاكا ب 700 800 درهم، لا، وانما خاص الجمعيات او الجامعه تقوم بواحد تعطي واحد لا نورم ديال واحد القفص يكون مناسب للشخص المولوع اللي مسكين اللي ما فحالتوش، ومناسب كذلك للشخص اللي ميسر ليه الله. فانا ما كنشاركش، ولكن هذه ملاحظه كنحب تكون عندنا ان يكون ملي تشوف المولوع جاي ان واحد 90% عندهم الاقفاص بحال يمكن يكونوا غير في لاكاليتي مخالفه، ولكن في الصاله تكون بحال يعني هذه كان يعني هناك اقفاص يعني بثمن زوين كيشبهوا ديال ملاكا مثلا. نعطيكم مثل هذا قفص ما ها هو على شكل ملاكا، معضيه هو على شكل ملاكا وما يكونش 700 ولا 800 درهم. ثم كاين قفص ارخص من هذا ولكن على هذا الشكل كيدير 80 100 درهم. فهنا انا كنطلب الجمعيات يديروا واحد القانون العام الجاي ان يكون واحد توحيد القفص بالقاعه ديالو وبالسير ديالو، ويكون ماشي من يعني من ماشي من دوك الاثمنه الغاليه،
وانما يكون هناك توحيد فقط باش تولي واحد النظام زوين. واللي بحال اليونيفورم ما يمكنش مثلا فرقه الوداد ولا غجاء البيضاوي ولا الجيش واحد داخل بالطقاشه صفرين بالليباس صفرين، واحد داخل بتوني يعني بيض والاخرين داخلين بالخضر، فخاص واحد اليونيفورم. هذا من المسألة اللي أثاروا الانتباه ديالي. إذن الإخوان، فهذه غير بعض الأمور اللي خاص تكون في الكونكور، واللي خاص يعني الجمعية أو الجامعة يعني تعلن به قبل ما يبداو لي كونكور، وتعلن به وتعطي واحد مثلا تعطي قانون أن اللي ما احترمش هذه المعايير ما يشاركش مكان في الكونكور. الى علمتي قبل كن على يقين ان المغاربه كينضبطوا بهذا القانون. اذا الاخوان هادو من بعد الامور اللي لاحظ، ثم غادي ندوز الموضوع الثاني اللي غادي نشاركه معكم ان شاء الله. كما قلت من قبل، فالجامعه او المسؤولين خاصهم حتى هما يلتزموا بنشر هذه الشروط التي تخص المشاركه في الكونكورات، يعني وخاص الممالي والمشاركين حتى هما يلتزموا بهذه الشروط. لان الى بلغات الجامعه قبل، هاد المسؤولين بلغوا قبل، فحنا يعني مضطرين وواجب علينا نتبعوا هاد الشروط هذه. ولكن من طبيعه الحال المغاربه دائما عكوسات كما كنقولوا، او دائما الاتجاه المعاكس. ف ملي كيجي الكونكور غادي يجي، لا بدا يجيك واحد ما محترمش دوك الشروط. فالمغاربه بطبيعه الحال المصحوبيه والتعاطف والعاطفه كيقوموا بالتسامح مع داك المولوع اللي جا وما احترمش داك الشرط. فكونوا على يقين الا سمحتوا ليه هو في الكونكور الاول، كون على يقين الكونكور الثاني خصك تسمح لواحد اخر، والكونكور الثالث خصك تسمح للثالث. اللهم حيدوا دوك الشروط، ما عمرنا ننظموا، ما عمرنا تكون عندنا ثقافه ويكون داكشي عندنا غيغلو كما كنقولوا. ولكن من طبيعه الحال كتجي قاصحه شويه، الى جا غادي تقول المغاربه غايقولها جاي من مدينه كبيره بعيده وحشومه نمنعوه يشارك. لا، خاص شوف، خاص الصرامه بعد الصرامه. الصرامه كتخدم خاص واحد الجمعيه اللي غتبدا اول كونكور خاصها نورمالمون تكون على قد المسؤوليه، يجيوها 10 من 10 بلا ما تفكر في الماديات. بالعكس غتكون هي اول وحده ساعدات في نشر النظام الحقيقي ديال 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 لي كونكور ولا ديال الثقافه ديال الهوايه ديالنا. ولكن الا خدمتي، واخا نفرضوا غنخدموا العاطفه، واخا انا معاكم، ولكن انا شخصيا ممكن نخدموا واحد القانون اللي يخلي هذا المولوع ينضبط. انا شخصيا كاينه وسيله، ها هي كاينه وسيله اللي لاحظتها ديجا محطوطه، نخدموها كقانون كعقاب لهذا المولوع اللي ما غاديش ينضبط ليا مع هاد الشروط اللي مقيدين في اللائحه، واللي غيخليه غيتقبل المساله بصدرين رحب، وغادي والخطه الجايه كون على يقين انه غادي ينضبط. لان حنا المغاربه كيخصنا القانون باش نضبطه. وانا شخصيا اجتهاد، فقط اجتهاد ديالي، هاد الوسيله ديجا كاينه في لافيش، لماذا لا ما نستعملوهاش لهاد القضيه هادي باش ينضبطوا معنا هاد الموالاه. اذا هاد الوسيله هي اللي غادي نحاول نشرحها لكم على الشاشه، ف بقاو معايا وتابعوني في الشرح ديال هاد الوسيله او هاد المساله اللي غناخذوها كمساله قانونيه لجعل المولوع ينضبط. اذا الاخوان كما قلت لكم، بما ان بين الوسائل اللي ممكن نستعملوها باش نخليو هاد المولوع ينضبط هي هاد الوسيله اللي هي لامبريسيون دو جوج، انطباع الحكم. هاد الخانه هي اللي غتخلينا نستعملوها، وهي الوحيده اللي غنستعملوها باش نخليو هاد المولوع ينضبط مع الشروط اللي حطت الجامعه في المشاركه ديال الكونكورات. اذا الاخوان، هاد لامبريسيون دو جوج دائما كتثير الانتباه ديالي، انني كنقول هي الوحيده اللي ما خداتش حقها، او هي
واحد الخانه اللي واسعه بزاف، ان الحكم يقدر يخدم فيها بزاف كيف بغى، ولكن الاسبان استعملوها فقط لما هو سوفت وير، لما هو محتوى التغريد. انا ما كما قلت لكم ما عرفتش كيفاش كيستعملوا لهيه، ولكن انا هنا كتستعمل حسب القانون 2014 فهي مستعمله فقط للتغريد. فانا شخصيا ما استعملتهاش، فهي خديتها وقسمتها، هذه الخانه قسمتها على جوج. لامبريسيون دو جوج كما كتشوفوا انا قسمتها، الاجتهاد ديالي قسمتها على جوج، لامبريسيون دو جوج اسبي شون اي ابارونس بوزيتيفمون واحد حتى الخمسه، لامبريسيون دو جوج اسبي ابارونس هنا نيجاتيفمون موان زير موان سي. وهاد القسم هو اللي غادي نستعملو لهذاك المولوع اللي ما انضبطش مع الشروط ديال الجامعه، بمعنى ان نورمالمون ان الحكم هاد الخانه هي اول خانه خصو يستعملها قبل ما يتعلبوا الطيور في البيكيات، غير ملي حطوهم ليه الناس اللي قدامه باش يشوفهم، فملي كيتحطوا قدامه فحنا دائما كنشوفوا غير واش عوار، واش عمى تويتو كما كيقولوا ليه او محيده ليها وجه، لا ماشي هذاك الشيء بوحدو اللي كاين، بالعكس حنا خصنا نطوروا هذه المساله هذه ونزيدوا بها لقدام. فبالنسبه لي انا الحكم ملي تحط ليه الطير اول حاجه غيدير غيشوف المولوع واش احترم الشرط ديال بعض الشروط اللي حطات الجامعه، مثلا كالقفص غيكون حتى هو عارف المعايير ديال القفص، ما احترمهوش هذاك المولوع وحط ليا مثلا قفز ديال بلاستيك وفيه بومبا وما جابش لا سيباراسيون ديالو، غادي نعطيه غادي نخدم ليه في لامبريسيون دو جوج اسبي ابارونس نيجاتيفمون، نعطيه موان زا ولا موان دو ولا موان طوا على حساب داكشي اللي شفت في داك القفص. وتا البوشيطه خاصها تكون مصبنه ونقيه، خاص القفز يكون نقي، القاعه تكون مغسوله، هادشي اسبي فيزيك. ثم غادي نشوف داك الطير حتى هو وصحته مزيانه، لان الصحه قبل كل شيء، هذاك الطير مسؤولين عليه حنا، الا ما تهليناش فين تلقوه في الطبيعه احسن ليه. اذا غنشوف الالوان ديالو، غنشوف لاسبي ديالو فيزيك واش صحيح ولا ما صحيح. نشوف كاين حاجه اللي دائما انا كنشوفها غير لائقه، هي ان المولوع كيقطع الديل ديال الطير ديالو، لان قال لك كيدور عليه او مبسطو، فاسمح لي هذاك عضو من اهم الاعضاء ديال الطيور خلقوا به الله، ومن من الاعضاء اللي كيعطي الجماليه ديال الطائر والاهميه ديالو، مهم في حياه الطائر في الطبيعه. اذا علاش نقطعوا ليه؟ انا خصني نجي للطير مكتمل كامل، بيان سور تكون فيه لاباك ديالو، كاين اللي كيجيب لك طويه زوين يعني كيغرد مزيان شامبيون، ولكن لا كولو ديالو البداله ديالو مكفص، العينين مجلدين، اذا ها هو غادي يربح، ها هو غادي يغني قدام الحكم ونقط ليه وغادي يربح مزيان، متفق معاك. لا، ولكن خاص الحكم في اول تنقيط يخدم به هو هاد 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 لامبيسيون دو جوج، يعطيه موان دو ولا موان طوا موان كات على حسب الهيئه اللي شاف قدامه. كاين مولوع اللي كيجيب لك طائر كيغرد شامبيون ومحيده ليه الريش من هنا، لان ما عاد فيه التونيه ولا ما عاد خصها فيه البداله، ولكن هو مسكين كيغلط، لا نحكم على ذاك المولوع، غنعاقب المولوع ما نعاقبش الطائر. خصك تكون عليه عارف بان احنا هنا كنعاقبوا المولوع، ما يجيبش هذاك الطائر موان دو ولا موان كاتر محقي. ثم لامبريسيون دو جوج اسبي شون اي ابارونس اوسي اللي هي بوزيتيفمون، حتى الواحد المولوع الا جاب ليه واحد القفص زوين نقيه هكا كيدير والطائر هكا كيدير غزال شهوه منه تشوفه غزال، نعطيه واحد بلس ان ولا بلس دو فيزيكمون. اذا هاد الخانه هذه حنا ما مستغلينهاش، او كنتسناو مثلا حتى تتم تقسيم ديالها في الاسبان، هذا حتى حنا نزيدوها في لافيش. ما بالعكس ما غاديش تضر هاد التقسيم، ما غيضرش. وهاد والتعامل او استعمال هاد الخانه هادي ما غاضرش، بالعكس كتنفع وغادي اوبليجي المولوع يتهلا في الطي ديالو. اذا انا كنقول الحكام اخوان الحكام، نتوما حكام احسن مني، ولكن هذه هي اول خانه خاصها تنقط قبل ما يغرد الطائر، لان كتشوفو قبل ما يغرد، نعطيه النقطه اللي كيستاهل بعدا
كمنظومه يعني جسمانيه فيزيكمو، او ملي كتعطي كتنقط الملوع سواء بوزيتيفمون او نيجاتيفمون. اذا الاخوان هذا هي الملاحظه الاولى واللي بغيت نوصل. ثم كاين واحد جوج ملاحظات اخرين اللي في القانون اللي كتاو الانتباه ديالي واللي بغيت نديرهم في هذا الفيديو، لان دائما كنفكر فيهم، دائما كنفكر فيهم واللي غادي ندوز لها ان شاء الله، لان هذا رأي ديالي الخاص. انا ما كنطلبش ما كنامركمش ديروا هادشي اللي زعما كو جي روماركي، مي غير تقاسمتو معاكم. اذا الاخوان الموضوع الثاني اللي كاين هو هذا اللي غادي نبين لكم. اذا الموضوع الثاني الاخوان اللي كيضرني في راسي دائما هو هاد لا بروميير بارتي دو لافيش، هي الشق الاول ديال لافيش اللي جابته اللي ديال 2014 اللي هو فيه التغاريد المنفرده. فالحمد لله جميع الناس دابا الحمد لله المواليع فاهمين قراو ترجموا ولاو كلهم كيفهموا، ما بقى حتى واحد تقدر تقول لي هذه طبليقيوس ولا بيبليوس ماتياتوس، صافي هادشي مفهوم مفهوم. كيكون اختلافات ماشي مشكل، بالعكس يولع الطورات. ولكن انا شخصيا من يعني دائما كتاني الانتباه ديالي هاد النقاط اللي بحال ميسي دا توا بوا، بولي بولي توا بوا، بيبليوس ماتيادوس توا بوا، عفوا كاسكابيل توا بوا، عفوا. اذا بالنسبه لي انا شخصيا ما عجبنيش هاد التنقيط، ما عجبنيش هاد التنقيط وما متفقش معاه. سي فغي صايبينو الاسبان المخاخ ياك، ولكن هذا لا يمنعني ان افكر، لا يمنعني ان اجتهد، لا يمنعني ان انتقد. انا افكر اذا انا موجود. اذا هاد النقيط هذا انا ما دائما كنفكر فيه، ناقشته مع الاخوان ديالي بزاف من 2015 وبلي ما ناقشته مع جواحي ملي كان رئيس عصبه وعطيته هاد الفكره، ما يعني ما كانش متفق معايا وما تقبلهاش. المهم هو حر. اذا الاخوان انا شخصيا ملي دخلت في 2004 لقيت ان لا كاسكابيل كتاخذ اعلى نقطه اللي هو هي 3 بوان. من بعد جا 2014 شدها وقادها مع الاخرين. انا هذه القضيه ما متفقش معها، لان اصلا هنا كندير واحد ما يسمى بليفالياسيون، تقييم تغريد الطائر، ومساله ديال التقييم ومساله ديال ليفالياسيون كتعني انك كتقيم واحد شيئين مختلفين، شيئين جوج حوايج كتقيمهم، شكون اللي حسن واش هذا ولا هذا. اذا التقييم ما غيكونش بتكافؤ النقاط، لا غيكون باختلاف النقاط. لان الا شفنا مثلا لان المساله ديال الطيور فهي مباراه فنيه، ماشي مباراة ديال المبارزة كتحط الطير ويغلب عليه ويسكتو ولا لا، هذه مباراة فنية. هذا كيغني وهذا كيغني نفس الريبيرتوار، حنا كنشوفو الحكم كيشوف شكون اللي أدى مزيان، شكون اللي أدى مزيان. إذا على لأن مابقاش هنا تقييم، حتى الحكم براسو إلا عطيتي واحد الفرصة أنك ينحكم مثلا اسمع بولي بولي تجي بحال بليبلي ماتيادو يحطها ماتيادو. كاين المواليع الا حطيتي تي ديك لونطرا قدام بولي بولي عادي كيعرفها بولي بولي مثلا. اذا هنا حتى الحكم ما كتخليهش يركز ويجتهد ويسمع مزيان باش يحط كل حاجه بلاصتها. اذا الاخوان هنا فاش كتكون كتلقى الودانيين كيهضروا على هذه المساله هذه ديال تقييم الاغوده كيف اداها الطائر. وانا في هذه المساله هذه عندي جوج اغودات اللي غادي نهضر عليهم اللي هي بولي بولي والكاسكابيل. على الاقل انا شخصيا البولي بولي والكاسكابيل احسن ما يوجد بالنسبه لي، احسن ما يوجد في هذا الريبيرتوار هذا.
لان الكاسكابيل والبوليبولي ماشي ساهلين يتاداو سواء بالنسبه للميستو سواء بالنسبه للمقنين. اذا علاش غادي نقاد البوليبولي والكاسكابيل ببريماتيادوس والميسيدا؟ علاش غنقادو؟ لا بالعكس خاصني نعطيهم نقط مرتفعه، لان البوليبولي باش يغرد هذيك الطائر خاص تحس بها بداك الاو، واخا هو ما كاينش او هو كاين فراغ، وخاصها واحد التقوليه. وحتى القانون الا قريتو شويه القانون كيقول لك لا 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 يعني لابيل لو بلو اغريابل بالمقنين. والكاسكابيل حتى هي ما كيقول من اجمل ما يغردها المقنين. اذا باش تجيب لي جوج طيور محطوطين، هذا كيضرب بولي بولي وكاسكابيل، وهذا كيضرب بولي بولي وكاسكابيل، ولكن كتسمع واحد كيقول تي بولي 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 بولي، ولا كتسمعو كيقول لي غلي 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 غلي، بلا فيبغاسيون ديالها وبالميطال ديالها وبليكو ديالها. كتسمع واحد خو كيضرب بولي بولي هابطه شويه، داك لا بروفوندور ما كايناش، وكتسمع الكاسكابيل ناشفه شويه. اذا غادي تعطي ثلاثه ثلاثه بجو. لا هنا خصنا نديرو مساله ليفالياسيون. اذا هنا فكرت وقلت علاش انا عندي صايب واحد لافيش ديالي كان شحال هذه من 2015 حاط فيها واحد التنقيد مغاير، ومن حقي ما كنفرضو على حتى واحد، وانما انا حطيته اللي هو اللي غادي نوريكم هو هذا. ها هي مون بوين دو في كونسيرنون لي دو زابيل بولي بولي والكاسكابيل. فانا شخصيا البولي بولي عطيتها 4 بوين والكاسكابيل عطيتها 5 بوين. فاش غادي تضر هذه؟ ما غاديش تضر، ما غادي تضر حتى فشي حاجه، وانما غتعطي قيمه للاغوده ديال البولي بولي وتعطي قيمه للاغوده ديال الكاسكابيل. لان الكاسكابيل الى بحثتوا في الصوتيات، في الصوتيات ودخلتوا عمقتوا في لافونيتيك وداكشي، غادي تعرفوا هذيك لا سيلاب اللي كيضرب الطائر اللي هي لي غلي 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 شحال صعيبه. وغتعرفوا لا كاسكابيل صوت كصوت، الكاسكابيل كصوت غتشوفوا فيها تغوا كاركتر سودو، فيها لا كونسون ولا فويل، لا كونسون ال ولا فويل اي، ثم يزيدها الميطال، ثم ليكو، ثم لا فيبراسيون، حيت هي أغودة كتسمى اون كتسمى ان ابيل فيبري. اوف يعني الطائر الا ما كانش نيت قد يقد بها ما يضربهاش لك، غيضربها ناشفه وتحول تحول الخطا كاع الى جابها لك وسط لابيل. ثم كاين البولي بولي اللي صعيبه المالي منهم، انا منهم بزاف المالي القدام كيزقلوها في التصنيف، كيزقلوها في التصنيف، لان خاصها تضرب على الحق بحقها وطريقها، ماشي يقول بولي 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 زربانه، غير بولي 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 وزدتيها غير هذيك هذه تحسبها بلي 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 بلي. لا خاصها تسمع تي او خاصك تسمع بولي 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 بحال هكا كتسمع، كاين شي طوكي يضربوا بالطريق. اذا الاخوان هذا هو الشيء اللي خلاني انا ندير هذه الملاحظه، هو راي شخصي واجتهاد شخصي ويبقى لكم واسع النظر. ثم هناك ملاحظه اخرى اللي كضرني في راسي، اللي ضغطني في راسي وناقشتها بزاف مع المريع، هي هذه. اذا هذه كتخص لي كيخاس الشكاوي، لان لي كيخاس هما لي بلانت، ولي بلانت هما الشكاوي. حنا كنقولوا لهم كاين اللي كيقول تعادد، كاين اللي كيقول تعوق. كلمه تعوق حيدوها لان ليس لها معنى لغوي بتاتا، اما التعادد عندها معنى لغوي وعندها واحد المصدر ديالها كفعل وعندها شرح ديالها، ويمكن تعرف علاش تسماو الشكاوي. ولكن انا شخصيا تجيب لي طائر ميسو ولا مقنين كيضرب تعادد ايجو ولا كيضرب تشبيكولي ولا كوليو ويكون فينو، انا شخصيا نقول لك ماشي فينو، هو فينو كما ما فيه حتى شي عيب ديال لافيش، ولكن انا غنحطيه موان دو، موان دو غنحطها لي نقول لك ماشي فينو، خاصة إلا ضرب كولي كوليو أو تشبيكوليو. إلا ضرب هادي إلا غردها أوتوماتيكمون نعطيه موان دو طبقا للقانون، على حسب داكشي اللي فهمت أنا والله أعلم، طبقا للقانون اللي كنشوف قدامي واللي كتشوفوا قدامكم، غادي نعطيه موان دو من الاول. غتقولوا لي علاش؟ لان اي مولوع سولتيه على تعديده اللي ضرب الطائر ديالو كيقول لك ضرب شبيكولي او كولي او كولي او شبيكولي،
يعني منطوقه خاطئه بارابور القانون، طبقا للقانون ديال 2014. لان اش كيقول لنا القانون 2014؟ ان خاص اللي كيخاص يساليو ب لا فويال او اللي هي ها هي كتشوفوها قدامكم، كوليو بيكوليو بيليو بايو اللي هي بايجو، لان دوزير كيتقراو دج بالاسبانيه، تشي كوليو تشي بيليا دي ما نخدمنا بها، تشي بايجو تشي بيكوليو. اذا كلهم مساليين بالاو، وها هما في الرسم البياني، هما في الرسم البياني او او او، ولكن انا ركزت على تشي على الكوليات. اذا هنا دائج ديجا الطيور كلهم اللي كيضربوا التعديده ديال الكوليات كلهم خاطئين، لان كنسمعوا تش بيكولي بلا او، كولي بيكولي، اذا انا خاطئه. طيب قال لي القانون، انا ما كنجيبش شي حاجه من راسي. اذا هنا علاش كنقولوا بان الاسبان كيخدموا بالبايجو؟ لان البايجو تعديده زوينه كيخاص واعره، بلانت واعره، هي اللي كتحتفظ اللي كيحتام الطائره ضربها كيضربها صحيحه، كيضربها صحيحه بالبايو. حنا اللي طاح ليا اللي كيطيح ليا العجب هو من حكام الاسبان ملي كيجيو وكيحكموا هاد الشبيكولي صحيحه، رغم ان القانون كيرفضها، القانون كيقول خاطئه على حسب داكشي اللي فهمت، الله اعلم ما فهمتش، خصهم على حساب خصهم يبدلوا شويه القانون. اذا الاسبان كيعتمدوا على بايجو لان صحيحه، وتشبيكولي هي صعب من بايجو، العكس ماشي بايجو اللي صعيبه، تشبيكولي اللي صعيبه، لان الا بديتوا ليها البال تشبيكولي شحال فيها من صيله، تشي بي كو لي يو، راه فيها واحد جوج ثلاثه اربعه ديال لي صيلاب، خاصهم يطبقهم الطائر. اما بايجو الا قسمتيها تقسيم سيلابيك راه فيها جوج باي ويو. على كل حال انا كنهضر على انها خاص اعاده النظر في هذه المساله، لان الطائر بعدا الا بغى يضرب هاد الشبيكولي صحيحه، الا بغى يضربها صحيحه خاصو يدير فيها المد، شتيها؟ لان بايجو باش يدير حتى هي صحيحه خاصو يقول باي جو، لان خاصو يدير فيها المد، والمد كيتعطى المد، شكون اللي كيعطيك المد؟ هو دوبل فوايال، الا رديتو البال اي دوبل فوايال هو اللي كيعطيك المد، البرولونجمون دو مو في الجرامير كيتسمى البرولونجمون دو مو. تشبيكولي باش يعطيها لك صحيحه خصو يدير المد هنا، شوف تشيكو ليو، الا ما داش المد ما عمرو يعطيك الاو، جامي ما يعطيكش لا فينيسيون او، غيعطيك اي. اذا كتعتبر خاطئه بالنسبه ليا انا، وبالنسبه طبقا للقانون، القانون اللي كيخطئها، لان اللي قرا هذا القانون غادي يلقاها. اش كيقول هنا؟ ها هي الترادكسيون، ها هي رومارك ا ديسكوتي، ها هي بالاسبانيه، ها هي كيقول لك الا ضرب باي خاطئه حيت خاصو يضرب او، والا ضرب كولي خاطئه خاصها يضربها بو، صافي دير ايل دواف اتر كونسيديري كوم دي نوت ديسكوردونت. Et donc, les plaintes doivent être incluses dans la section des sanctions. S'ils sont manquantes, on considère comme incomplètes. Par exemple, pays au lieu de paillot ou colis au lieu de colillo. Et donc, on a dit que les piquets qui ont été payés, on a dit que les piquets qui ont été payés, on a dit que les piquets qui ont été ولا بيكولي، حتى المولوع كينطقها ناقصه. اذا هذه المساله هذه خاصنا نفطموا ليها، خاصنا نشوفوها، قليل الطيور اللي كيضربوها. اذا البايجو اسهل بكثير من شبيكولي، انا باقي كنخطا بها. اذا البايجو اسهل بكثير من شبيكوليو، باش يدير فيها الماده ما ساهلاش، قليل الطيور. هذه غير ملاحظه ديالي، انا ما غاديش نغير القانون وما عندي حتى شي قوه باش نغير القانون. اذا الاخوان البايجو تشبيكولي هاد اللي كيخاص اللي كيبانوا لكم ساهلين، راه صعب من تغايد المنفرده،
بحال في الفرنساويه دابا باغمي لي من بين اطول الكلمات في الفرنسيه هي ديك اش كيقولوها كاع نسيت كونستيتيسيونيلمون فيها 21 كونسون كلها وفيها شي 8 ديال لي فوايل يعني حتى حنا الا ما كنتيش مولف تقول هذه كونستيتيسيونيلمون غادي توحل في النص غتقول كونستيتيسيون وتوحل الا ما تدربتيش عليها لان بليزيور فوايل كيخلقوا مشكل الطيور وكيخلقوا مشكل حتى بالنسبه للبنادم اذا الاخوان هذا واحد الموضوع اللي لاحظته هذا هو المواضيع اللي بغيت ندوي فيهم الاخوان واللي زعما هذا غير رأيي ديالي فيهم وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا والسلام عليكم والى حلقه مقبله ان شاء الله وشكرا لكم.